ويعطيكم الصحة. المرجوي للصناعات التحويلية والفلاحية، أنا أجي معكم لقاءات اليوم الثالث المعرض بلغة الأرقام على مساحة 4000 متر مربع بمشاركة مواد جمعة تعاونية فلاحية 40 عارضا مهنيا على 4000 متر مربع لستة أيام من 14 حتى 19. وتحية لمدينة الليمون بركان كل عبد اللطيف قنوري أو القناة الرسمية عبد اللطيف قنوري التالت مرشد الإعلامي العلوي مباشرة بصرف الصورة من رضاعات المعرض هنا من تويت. السلام عليكم، الاسم بن عمران مريم، رئيسة تعاونية الخير. كنقدم لكم المنتوجات ديالنا اللي هو الزفران الحر، هذه هي البصيلة ديالو، والمنتوج الآخر هو الكمون البلدي وتقطير الزيوت. المنطقة ديالنا المنقوب فين كنخدموا، الإقليم إقليم فيقيك فيقيك بعرف. المشاركة ديالكم أول مرة هنا في المعرض؟ لا، شاركنا عدة مرات. السلام عليكم، معكم تعاونية الفضاء الأخضر المفتوح بعين بن مطهر إقليم جرادة، المقر ديالها متواجد تما كاينه. بالنسبه لنا حنايا مشينا للمنتوجات المجاليه في ظل هذا الجفاف والاخر، تساعدنا على تربيه المواشي اللي كانت هي الاكتيفيتي الرئيسيه التعاونيه، ودرنا منتوجات مجاليه اللي هي الكليله المجففه والسمن والدايب، يعني هذا بالنسبه كيستعمل في التنسيم ديال المواد السخونه بحال الحريره بحال البركوكش، ودرنا بعض المنتوجات بحال التشيشه ديال المرمز والزميطه نتاع المرمز مع الشبه والزميطه العاديه، يعني على حساب الاذواق. بالنسبه للبركوكش حنايا كنديروه بالخرقوم، تعدنا على المنسمات لان الناس ما بقاتش كتبغي لي ليغو، بقات تبغيه طبيعي. هذا نتاع القمح بير ما فيه حتى نسمه، يعني وحاجه مزيانه طبيعي نتاع اليد اللي كيفتلوه عيالات في العالم القروي. حنا اصلا منها اننا كان باش نخلقوا فرص شغل للعيالات اللي في العالم القروي ونشجعوا هنا بركوكش كذلك حتى هذا مصنوع باليد وحتى حاجه مزيانه كذلك. هذه حتى هي كليله مجففه، هذه نتاع الغنم وهذه نتاع البقر. هذه بالنسبه حنايا كنعتمدوا الجوده، شي حاجه اللي مخدومه في الدار. هذه كليله حتى هي كنقدروا نستعملوها في الشيشه، نستعملوها في بركوكش، نستعملوها في الحريره. بالنسبه لنا حنا كما كنقولوا هذا هو كنور ديالنا، كنور الطبيعي ديالنا، يعني عندها واحد لوغو مزيان كتعطي واحد المذاق مزيان للماكولات. شحال مره شاركنا عده معارض على مستوى الصناعه وعلى مستوى الفلاحه. الفلاحة بالنسبة لنا هذا أول معرض وكنتمناو أن المسيرة تكون مستمرة. وبالنسبة للمعارض نتاع الصناعة شاركنا في عدة معارض. شكرا، بارك الله فيك. ندى الفضيلي، عضوة في تعاونية نسمات باب الأطلس بوكران، كنديرو التجفيف ديال الخضرة خصوصا الثومة والبصلة، وكنديرو الحريصة من السما، كنديرو السيشاج ديال المطيشة من السما، وكنديرو الزيوت العطرية تمثل مدينة وجدة، جوم الزيوت الطبيعية تقتصر هنا في أي مكان. وكذلك دو زيوت، كاينين الزيوت اللي كيصلحوا الشعر، كاينين الزيوت اللي كيستعملوا للذات. هذا الغسول المسقي بالورد والقرنفل، وكاينه التبريمه الصحراويه تمثل مدينه التوريد. هادو المقطرات، هذا هو المقطر ديال الورد، وهذا المقطر ديال الخزامه، وكاين المقطر ديال الزعتر. عندكم حتى الثومه، يعني هي الثومه كنشفوها تكون مطحونه، تعطيها بودره اعشاب الشاي ازير الحر، وهذه هي البصله الشعير بشي سميتها ديال المرمز وغيرها من المنتوجات. فقط اخواننا هناك بسيدي بلوك، هذه الهريسه من السما بورق الرند والازير، ومديوره بالزيت البلديه، هي اللي كتحافظ على القيمه الغذائيه ديالها. المشاركه الاولى عندكم في هذا المعرض؟ اول مره، ولكن في معارض اخرين الحمد لله كنشاركوا في معارض جهويه ومحليه. بالتوفيق. أمين. عليكم السلام. صافا السي عبد اللطيف بخير، الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ملياني عبد اللطيف، مهندس زراعي، رئيس مجلس إدارة أحلاف زيت الزيتون توريرت في جماعة أهل واتزا. هذه المجموعة كتجمع ستة ديال التعاونيات على ثلاثة الجماعات
متواجدة على 3 جماعات في إقليم توريرت وفيها 280 منخرط. وفي إطار السياسة ديال المغرب الأخضر كما كتعلمون والسياسة العمومية ديال سلاسل الإنتاج كاينة سلسلة الزيتون، وزارة الفلاحة ارتأت بأننا احنا نتجمعوا كنشتغلوا على 4000 هكتار ودرنا واحدة عصرية لتحويل الزيتون إلى زيت زيتون بكر ممتازة بجميع التراخيص الصحية والتراخيص تاع التصدير. وهذا زيت زيتون بكر ممتازة ديالنا سبق لنا وأن صدرنا، كانت الأثمنة في السوق الدولي مناسبة وصدرنا، وهذه 3 سنوات لقينا باللي السوق الوطني فيه الثمن وكنشتغلوا على السوق الوطني وكنقدموا واحد زيت بكر ممتازة للمواطنين. مازال ما عندهمش في الثقافة ديالهم ديال هذا السيستم كونتينيو وما موالفينش بهذا التذوق ديال زيت بكر ممتازة، ولكن الحمد لله بفضل هذه المعارض اللي كيتكون على الصعيد الوطني خاصة المعرض لوسيام والمعارض الجهوي ديال طنجة وديال عرفنا بالمنتوج ديالنا واكتسبنا زبناء وما عندنا مشكلة في السوق. وهذه المعارض كتسمح باش تجمع الفاعلين في قطاع ديال الزيتون كيتلاقاو كي تجارب ديال كل واحد يفيد بها الآخرين وكتكتسبوا زبناء جدد. والمعرض هذا ديالنا ديال توريرت هذه النسخة الثانية كيحمل شعار صناعة التحويلية الفلاحية، ودرنا النسخة الأولى وكانت مزيانة دازت مزيانة وكان واحد الإقبال كبير، ودابا درنا هذه النسخة الثانية تحت إشراف اللجنة المنظمة السلطات المحلية ودرنا واحد المجهود مع الجمعية الإقليمية والحمد لله راه ناجح. وكنشكركم نتوما الصحافة المستقلة على التغطية والمواكبة ديال هذه الأحداث وتبارك الله عليك. هذه الذكر هذه بكر ممتاز اكسترا فيرج بكر ممتازة، هذه سيرتيفي نورما سيرت، عندنا واحد اللابيل ديال الجودة الفلاحية لابيل ناسيونال، دونك عندنا هذه عندها واحد الزبناء معروفين ومحدودين، كاين عندنا في ربع يترو وفي نصف لتر وفي 3-4 لتر، وعندنا البلاستيك في الان لتر هذا البلاستيك كاين هذا 5 لتر وها هو اللتر هنايا ها هو ديال الان لتر، هذه هي لي زومبالاج اللي عندنا. دونك عندنا اون بلاستيك الان لتر و 5 لتر والزجاج عندنا الان كار 2 كار و 3 كار. اولا السلام عليكم، كنقدم لكم الشركه ديالنا رشا اوليف المقيمين في توريرت بالضبط في الحي الصناعي، كنقدم لكم هنايا 40 نوع ديال الزيتون. كان هنايا عندنا هنا رونديل، هذا زيتون مطحون خضر، هذا كورنيشو، هنايا زيتون كحل حار، هذا حار، هذا حمراء، هذه عندنا هنايا خضره، وهذه هذا ايضا هذه كحله مطحونه، زيتون اسود مطحون مطحون. مرحبا، وعندنا اي نوع، عندنا ايضا كونفيتير بالمشمش، عندنا بالكرموس، وعندنا ديال الفريز. زريخه البخ رئيسه التعاونيه التقليميه الفلاحيه بدوار بنين قبل جامعه بركين، عملت اقليم قرسيف الانتاج الزعفران الحر والقرقاع، منتوجات فلاحيه الزعفران الحر، كاين عندنا القرقاع، كاين اعشاب بهذا قشور ديال القرقاع كيستعملوه الحنة سميتو السيدات صبغات الشعر، كاين عندنا اعشاب، كاين الزعتر محلي، كاين عندنا الشيح، كاين الازير، كاين عندنا هنا تحليمت واحد العشبه، هاد التحليمت كيستعملوها الناس على حساب الروماتيزم والحرق ديال الفصل كتدق وكتندار مع حرشه ديال الدقيق ديال القمح مع الزيت البلديه. السميه التعاونيه نعم. شفنا عندكم حتى الحلويات هذا اييه، كاين بعض المقروط التمر يعني المهم بركوكش ولا شنو هذا؟ هذا بركوكش بالاعشاب. كاين الشركه ديال المره السادسه شحال معنا الاعضاء؟ كاينين 8 عضوات
وان شاء الله على حسب الزعفران الحر غتكون عندنا واحد 100 منخرطه، لان الانتاج ديال الزعفران عندنا واحد النسبه ان شاء الله. راه الوزاره المديريه الفلاحيه باقيم تاع قرسيف صغار غريت وعدتنا بان تغسلنا واحد 15 هكتار ديال الزعفران و100 هكتار ديال التشجار ديال الجوز، كان سبق لها صوبت لنا واحد 50 هكتار والان راه في واحد 100 هكتار هذه السنه ان شاء الله 2023 غادي التشجار ديالها بالمنطقة ديال جامعة بركين. بركين جامعة عمالة قرسيف دوار بنيام قبل يعني منطقة جبلية والله يجزيكم بارك الله فيك. شكرا اللهم امين. شكرا لكم. علي بن شنوف مسير تعاونية اديب. التعاونية هي تعاونية فلاحية منتجة للعسل وزيت الزيتون. شاركنا في هذا المعرض الجهوي للصناعة التحويلية الفلاحية بمنتوج العسل. العسل جميع أنواع ديال العسل، عسل الخروب، السدرة، الأعشاب، الليمون، الدغموس، الكاليتوس. والهدف من المشاركة هو نعرفوا بالمنتوج ديالنا. هذا عسل الليمون. هذا الليمون. نعم. عندنا عسل الليمون، عندنا عسل الكاليتوس، عندنا الدغموس، عندنا العسل ديال الصدرة، عندنا العسل ديال الأعشاب. وهذا شنو هو هذا؟ هذاك زيت ديال اللوز. وهذا زيت أرغان. بالنسبة للأثمنة فين تروح كاع الأثمنة؟ الأثمنة تبدا من 150 درهم ديال الليمون، وتنتهي في الدغموس 400 درهم للكيلو. 400 درهم. شكرا. شكرا. أجيب. كي محمد. تعاونة تويت الحجلة. تعاوني شو كتقول؟ كتقدم غير المنتوج ديال العسل، السدره والخروب والزير الرفصا جميع النوع ديال الاخر ديال العسل كيتنقل من بلاصه لبلاصه كل ما كانت شرعيه تاهله بركان اميسور هاد مويبلان قرسيف هذا كنا واحد. فين تروح الاثمنه ديال مثلا هذا بشحال ديال هذا؟ 50 درهم. السلام عليكم. معكم تعاونية تيموراس من إقليم تاونس. تعاونية نسائية 95% تدعم التعاونية على جوج ديال المنتوجات فلاحية اللي تم تتبيعها من إقليم تاونس، وهو المنتوج ديال التين بشتى الأنواع ديالو، تنقدمو للشريحة التين بالشريحة مفتوحة، والتين الأسود محلول، والتين الأبيض على النوع ديال النابوس اللي عنده واحد البيان الجغرافي اللي تيمتاز به الاقليم تاونس اللي مسجل به بالاقليم تاونس سميتو النابوس. وكاين النوع ديال الغدان والنوع ديال العوالي. والمنتوج الاخر اللي تيمتاز به المنطقه تاونس وهو الزيتون البلدي. عندنا الزيتون بالشرموله بالاعشاب الطبيه والعطريه، تنديرو الزيتون اللي تتكون الشرموله ديالو من ازير الزعتر، تقريبا ما يناهز واحد السبعه ديال الاعشاب اللي تيمتاز بها المنطقه. تحية. مرحبا خويا. ولينا تنمتازو كذلك بالتين، ما ولاش ماشي عيب واحد الطريقه التقليديه، ولينا تنديرو تحسينات للتين، ولينا تنطحنو التين ونعجنوه بزيت العود والصحتار تيل الاكتساب المناعه، وفيه واحد 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 منافع كثيره للجسم. لا ماشي كونفيتر، وانما عجينه التين بزيت العود والزعتر، مزيانه للكحه للمناعه بصفه عامه. ولينا تندخلوا عاوتاني واحد الباك ديال الشباب ولا ديال اللي ما تيبغيوش ياكلوا الشريحه ولا الكرموس كما تيقولوا لنا. ولينا تنديروا له واحد الباك ديال العسل معجونه بالعسل واللوز، هو باك ديال الانرجي ديال الطاقه على حساب الناس ديال لاصال والناس ديال الناس اللي تيديروا الرياضه. وكذلك معنا واحد التعاونيه هي اللي عندنا معها شراكة التعاون ما بين التعاونية ديال تيموراس والتعاونية ديال البيوديسر، هي اللي تخدم على المربى ديال الكونفيتير. كاين انواع ديال الكونفيتير ديال الحامض والبرتقال بالحامض، وشي حاجة زوينة بزاف وطبيعية وبدون واحد فيها واحد النسبة قليلة بدون مواد حافظة، وفيها واحد النسبة قليلة ديال السكر كذلك.
كذلك تمتاز التعاونية تتصاوب واحد المربع بالبرقوق بشومندر السكري مزيان الوليدات اللي فيهم فقر اللي مزيان الوليدات اللي فيهم فقر الدم ولا شي حاجة، وإنما في واحد المذاق رائع جدا طبيعي وبدون هاد المواد هادو كاملة بدون مواد حافظة. كذلك عندنا واحد المربى ديال التفاح اللي تنعتمدوا على الحلاوة التفاح، ما فيش زيرو سكر، تنعتمدوا على السكريات اللي كاينه في التفاح، وعندنا ممزوج بالفواكه الجافة والتمر صحي حتى هو. اييه تندخلوا فيه الكرموس تنحليوه بالمواد الطبيعية. هذا واحد الزيت تي معروفه عند جباله، زيت سميتها علوانه، تيتم واحد الطريقه عندها خاصه، الطريقه ديال زيت ارغان كما كاينه في الجهه ديال السوس، كاين زيت علوانه اللي تمتز بها المناطق ديال جباله. وهي بالنسبه للثمن باش يعرفوا الناس بالنسبه للثمن ديال هذا بشحال؟ هذا الثمن هذا ديال زيت علوانه 100 درهم. 100 درهم حيتاش فيه لتر واحد، حيتاش تتطلب العمل الخدمه ديالها تتطلب واحد الجهد كبير بزاف، واحد المجهود كبير بزاف باش. الله يحفظك خويا، الله يسهل عليك، شكرا.